عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هكلمكم عن طريقه عمل النسكافيه، زي بتاع الكافيهات بالظبط وزي اللي بنشربه بره. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناتي. عندي مضرب بالكهرباء، وهضيف معلقتين من القهوه سريحه الذوبان، وهضيف معلقتين من المية، ومعلقتين من السكر البودر، وهبدأ بالتقليب بالمضرب، وهستمر بالتقليب لغاية ما اللون يفتح معايا والرغوة تزيد. هستمر في الضرب لغاية ما يكون لي رغوة كبيرة. شايفين كل مضرب بتكون الرغوة أكتر. هفضل أضرب أضرب لغاية ما الرغوة تكتر في الطبق. وبكده أنا بقى خلصتها، هضيفها في الكوباية، هضيف معلقة، وهضيف المعلقة التانية، وهضيف معلقة في الفنجان، وهضيف معلقة تانية، وهضيف اللبن السخن. شايفين جميلة ما شاء الله، والرغوة كبيرة كده وهتبقى جميلة وطعمها يجنن. نقدر نزينها بقطع البسكوت. شايفين جميلة ازاي ما شاء الله، جميلة جدا. وده فنجان جميل قوي، اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى ان انتوا تدعموا القناة، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتوا لسه جداد واول مرة تتابعوني. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.